بمناسبة الجواز، قالوا ان انتي كنتي السبب في طلاق اسيل، دي حقيقة؟ لا طبعا، اسيل ما شاء الله عليها ولا في احد ممكن يأثر عليها. اسيل لو انا اثرت عليها كان ما تزوجت من اساسه، لانه انا كنت ضد الزواج هذه، وحتى على كتب الكتاب ما رحت معاها، وكتبت بعض المجلات في الخليج انه انا ما رحت. يا هل ترى ايش السبب؟ بس هو السبب لانه انا ما كنت موافقة، الوحيدة في العائلة اللي ما كنت موافقة على زواجة أسيل، لأني شايفة أشياء هم مش شايفينها. ولما اتطلقت كنت عارفة أنها هتتطلق، بس لما تتطلق لازم تكون على قناعة. إيه اللي أنت كنت شايفاه وهي ما كانتش شايفاه؟ شايفة أمور كثيرة بالطرف الآخر، عارفة السبب من وراء الزواج والسبب ولا الارتباط وأمور كثيرة أنا كنت شايفتها كلهم ما كانوا شايفينها. ولما خبرت أهلي قالوا لي بس أختك تحبها. أوكي، خليها تجرب. خليها تجرب، ما احنا بعض الاحيان اسمها ما بنتعلم الا لما نجرب ولما نطيح ولما نتعور ونتألم طبعا. فلذلك خليها وجربت، وصلت لمرحله لما هي جت قالت لي انه انا ابغى اطلق، كنت حزغلط طبعا من الفرحه، لانه قلت واخيرا وعت وصحت. قعدت قد ايه متجوزه؟ اعتقد 3 سنوات. I'm not sure. 3 سنوات جواز. I think. مدة كويسة أنها تكتشف الشخص. هي يمكن الحدث الأكبر والجلل اللي أثر في شخصيتها وخلاها توعى لما ولدت بابنها، وبعد 6 أيام الله يرحمه توفى يا روحي. يس، فهذا الشيء اللي كان نقطة تحول في حياتها، زي اللي رب العالمين خلاها تمر في هذا الموقف القاسي جدا وتوفى بحضنها. بس سبحان الله صحت فجأة ونظارة الحب انكسرت تماما. أكيد شافت كل حاجة بعدين. شافت كل شيء صحيح. خلصنا فقرتنا، وبعد الفاصل نكمل حلقتنا إن شاء الله.